تركتها وحيدة عارية في منزل شديد القذارة. أوصدت الباب خلفها وغادرت لأسبوع كامل. فضلت الاحتفال مع أصدقائها على رعاية طفلتها الصغيرة ذات 3 سنوات، لتواجه الطفلة الوحدة والخوف والجوع ثم الموت. الاسم ماريا برينكينا. التهمة قتل طفلتها. المكان كيروف، روسيا. في 13 فبراير عام 2019 قررت الشابة والأم العزباء ماريا برينكينا صاحبة 21 عاماً الذهاب في رحلة للاحتفال مع أصدقائها لمدة أسبوع كامل في مدينة كيروف الروسية. موعد الرحلة تزامن مع ذكرى ميلاد طفلتها كريستينا التي أكملت عامها 3. كان بإمكان الأم أن تأخذ ابنتها معها أو تتركها عند جدتها أو أحد الأقرباء، لكن ماريا فعلت ما لا يقوى عليه قلب أي أم في العالم. قطعت الأم المياه عن الشقة وتركت لطفلتها الصغيرة كمية قليلة من الطعام، ثم أوصدت باب الشقة خلفها تاركة الطفلة كريستينا وحدها دون أي رحمة أو شفقة. الأنكى من ذلك أنه عند سؤال الأصدقاء لماريا عن ابنتها كذبت عليهم وقالت إنها تركتها لدى صديق يهتم بها، وكذلك كذبت على أمها جدة كريستينا ولم تبلغها بشأن رحلتها، وكانت كلما تحدثت معها تخبرها بأنها في المنزل وأن كل شيء على ما يرام. لقد كذبت علي بأن كل شيء على ما يرام. كان بإمكاني إبقاء كريستينا معي لو طلبت مني ذلك. لقد كذبت على الجميع. بعد مضي 7 أيام حان موعد عيد ميلاد كريستينا. قررت الجدة الذهاب إلى منزل ابنتها لتفاجئ حفيدتها بالهدايا، فكانت الصدمة. وجدت حفيدتها جثة عارية هامدة، وكانت الشقة شديدة البرودة وقذرة جداً، وبدا على كريستينا أنها تضورت جوعاً قبل أن تموت، لدرجة أنها أكلت من مسحوق الغسيل. على الفور اتصلت الجدة بالإسعاف، لكن الطفلة كانت مفارقة للحياة. لم أكن أريدها أن تموت أبداً. لم أكن أعتقد مطلقاً أن ماريا يمكنها فعل شيء من هذا القبيل. لو كنت قد اكتشفت أن هناك خطباً ما، لكنت أخذت الفتاة معي. لم يكن هناك أي دليل على سوء معاملة سابقة لحفيدتي. تم إلقاء القبض على الأم، ووجهت إليها تهمة قتل طفلتها. والغريب أنها اعترفت بدم بارد بما فعلته، قائلة إنها لم تقصد قتل ابنتها. وبعد عام كامل من المحاكمة حكم عليها بالسجن لمدة 13 عاماً، فيما أثارت القضية غضب الشارع الروسي الذي وصف ماريا بالأم الشيطانة.